السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على النبي الذي مصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستقيمين الشرفاء وبعد إخوته الكرام. نحن في عيد ولا بد أن نهيئ أنفسنا لهذا العيد. الحمد لله على نعم الله جل في علاه. أكثر من الصلاة على النبي وسلم في هذا اليوم المبارك وفي ساعة استجاب فيه الدعوة. ثلاث ضيوف باب الاستئذان كتاب الاستئذان في من مصدر الدارين. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله على سلامتك ربنا يبارك فيك. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديهم الحاضرين والمسلمين. تفضل. امين. قال الإمام الدارمي رحمة الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، قال في مسنده وزلنا مع كتاب الاستئذان، قال باب في الواصلة والمستوصلة. قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها قال المغيرات خلق الله مغيرات خلق الله، هذا أليس هذا التعليل للحكم؟ كيف يقولون لو الزوج أزنى وبعدين ولد يصارع من أجل ذلك ليرى نساءه وهكذا؟ إيه الغباء المستحكم في إيه ما هذا؟ ها؟ أعوذ بالله. هو فقط لا يريد ينصر قول المذهب فقط، فاهم؟ الله المستعان. ممكن تكون كما قلت أنت أيضا، لأنه الذي لا يعظم السنة الله تعالى يجعله في كل الأودية يهلك. قال المغيرات خلق الله، يعني هم يعترضون على حكمة الله جل في علاه. الله يستر علينا، الله يستر علينا. تفضل. قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت لقد قرأته ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قال لئن كنت قرأته لقد وجدته، أما قرأت ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صلى الله عليه وسلم. فقالت بلى. قال رضي الله عنه فإنه قد نهى عنه. فقالت فإني أرى أهلك يفعلونه. قال فادخلي فانظري. فدخلت فنظرت فلم ترى من حاجتها شيئا. فقال لو كانت كذلك ما جامعتها. يعني ايش؟ ممتاز. ما جمعتها يعني ما جمعتني في مكان، يعني ها يعني طلقتها، يعني طلقتها. هذه مسألة عظيمة جدا. حديث هذا أخرج البخاري ومسلم فهو متفق عليه. والواشمة هي التي تغرز الجلد بإبرة ثم يحشها بكح أو نيل فازرق أثر هو حبس دم أو يخضر، وده عندنا في الصعيد كثير جدا. الشرطة التي تفعلها نساء جداتنا كانت كذا، شرط ثلاثة كذا، والمغاربة أوسع بابا من الصعيدة في هذا الباب. ومعنى المتنمصات النمصة هو عرف اللغة، النمصة هو إزالة شعر الوجه، واتفق الفقهاء أن النمص هو إزالة شعر الحاجة، إزالة شعر الحاجة. والمتفلجة تجعل الفلج تفريق بين الأسنان، يجدونهم جمالا، ولذلك قال المتفلجات للحسن المغيرات. وقال المتفلجات للحسن. طب النمصة بتعمل كده ليه؟ ترى أن هذا حسن ذات العبس، صح كده؟ ترققه، ترى أن هذا حسن، فيدخل في العلة وما تفعله أزالوا. شوف ألغوا علة، العلة تعلق بها الشرع وأتوا بعلة من عندهم ليس عليها ثم الدليل، واستدلوا عليها بكلام عائشة النهاردة أنا قالت لو قال لك مقلتيك أعطيه إياه. ممتاز. لما لم تقل ذلك لما جت لها امرأة تمعر شعرها وصلعاء وسألتها عن الوصل قالت لا لعن الله الواصلة والمستوصلة. ولذلك في توضيح الأحكام ابن الملقن وهو شافعي قال الأول مخالف لظاهر نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم للعموم، يعني بخصاصها برضا الزوج. قال والثاني يوافق العموم، وما وافق العموم أولى مما قال في العموم. وبعدين للنهار يتكلموا على مسائل مثل هذه يقول لها اعمل لي مش مشاكل لو زوج، والثاني زرغتي حلو حلو مع يعني أنا أناس يحسبون أنها تيسير، يعيشون في فكر جماعة مفسدة في فكرها. لا أقول أشخاص ممكن منهم من حط رحله إلى الجنة،
فكر مفسد، فكر أفسد فكر رأيته إلى يوم الناس. يقول نحن نعيش على التيسير على الناس والتبشير لهم. وقال قائلهم هذا الكلام كلام حق، لكن تمطيطه باطل. أي تأثير؟ أما علمت يا رجل علما لتتعلم، ما فيها شيء أنك تتعلم، أن النبي قال فيها عائشة ما خير من أمر الإخترى ما لم يكن، يبقى ليس التأثير على الإطلاق، يبقى قيده بضبط إيه؟ ضبط الشهادة الأول. ودي مقاصد الشريعة طبعا، التأثير زوجي وزوجي، زوجي ده أنت تطلقين منه إلى أشد حاجة ذلك. نعم، فهو يعني خربوا على الناس الأبواب، وأبواب الفقه خربت بسبب الجمود، جمود المذهبية الضالة المتأخرة. الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، وفي لعن الله النمصة والمتنمصة وشمة المستوشمة والمتنمصات والمتفرجات الحسن وغيرة خلق الله. في أولا السنة واحدة، وهذا بإجماع الصحابة، وذلك ابن مسعود حجها بذلك، قال مالي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. قالت له كتاب الله، لقد رأيت ما بين لوحيه ما رأيته ما تقول. فقال لها إيش؟ لو قرأتيه لوجدتيه. ثم قال قال وما أتكم رسول فخذوه منكم عنه. طب وما أتكم رسول، هذا إيه؟ الوحي. إذا الوحي إيه؟ الوحي كالقرآن، السنة كالقرآن، فهي وحي. وذاك صد الباب بن مسعود لعن الله الغاشمات والمستوشمات، وقال لها ذلك. فلما أكدت عليه قالت له ما رأيته، فحجها بقوله تعالى وما تكون رسول فرضوه وما عنه فانتهى. شدة اتباع ابن مسعود رضي الله عنه عجيب. لو كان في إذن للزوج لكان هذا من أكبر الحج عليه. قالت له امرأتك تفعل ما تنمص، يعني امرأتك تفعل، وجدت في امرأتك ذلك. قال ادخلي، فإن وجدتها فعلت لا أجابها. طالق بالثلاثة. قال لها ادخلي لو وجدتها فعلت لا أجابها. شو طالق دخل فما وجدت شيء. قال فيها شدة اتباع عيش ابن مسعود رضي الله عنه في السنة، بيقول لو امرأتي فعلت لا تبقى معي في سقف واحد. طبعا هؤلاء المتنطعون الذين يقولون ولا بد من إذن الزوج ولو أذن لفعلت. أولى الناس بذلك من؟ لما تحج هي وتقول له امرأتك، يقول لها انتظري أنا قد أذنت لها. صح؟ ده قال لها طالق. لو فعل ذلك طالق، يؤكد عليه، يؤكد على كبيرة من الكبائر، ما ملعونة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحبنا ناقة ملعونة، وده فقه ابن مسعود. قال تبقى طالق ما تصحبنيش، دي ملعونة، الملعونة لا تصحبنيش. رأيت في هذا الباب؟ وهذا رد عليهم فيما يقولون. أيضا أدب المرأة مع ابن مسعود رضي الله عنه، هي حقا قالت القرآن، لم ترد ما قال. ما قالت له أنت تزعم وأنت تتكلم بغير علم. هل قال ذلك؟ عرفت قدره وعرفت مكانته فتأدبت معه. وهكذا المراجع، احنا قلنا بقاعدة عامة يا أستاذ أحمد، فصلها لي وقلها لي الآن. أيوه ممتاز، جواز مراجعة المفضول الفاضل شريطة الأدب، عدم التقليد. إيه رجع قل له أخطأت في تصحيح حديث كذا، أنت تكلمت في أمر يعني ما كان لك فيه دليل، لك أن تفعل ذلك، لكن بيش كل أدب وتبقي. لا تقل، هتقلل منه؟ هو في حد ما يستدركش عليه؟ ها الكل بيستدرك عليه. فقالت قد قرأت القرآن ولم أجد. يعني علمني بقى، أنا ما وجدتش. فعلمها ابن مسعود، لذلك علمها ابن مسعود واستحقت أن تتعلم. علمها وقال لها لو قرأتي لوجدتي، وبين لها قوله تعالى وما تقوم صرف الله وما نهاكم عنه فانتهى. نعم، تأصيل ابن مسعود وتقييده. لذلك قلنا ما كان خيرا فلا بد في السابقين والعلم فيه، لأن الإنسان قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فهنا بيّن لنا كيفية الاستدلال. ورد السنة الكبرى بسند إلى عبيد الله بن محمد بن هارون الفريابي قال سمعت الشافعي محمد بن إدريس بمكة يقول سلوني ما شئتم أجبكم من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقلت له أصلحك الله، ما تقول في المحرم يقتل زنبورة؟ قال نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
صدر الباب الشافعي عشان يجيب على قتل الزنبور ماذا فيه من الفيل. ثم قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير الربعي عن حذيفة قال قال رسول الله اقتدوا بالذين من بعدي. أبي بكر شوف الترتيب، أبي بكر وعمر. ثم قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أنه أمر المحرم بقتل الزنبور. فهمتم؟ فهمتم كيف؟ شوف شوف الاستدلال على نفس الوتيرة، على نفس وتيرة المسعود إنه قال لهم ده في كتاب الله. طب في كتاب الله تعالى في كتاب الله طاعة النبي. طب طاعة النبي عمرنا طاعة من؟ أبي بكر وعمر. اقتدوا الذين بعدي أبي بكر. لذلك لهم كما قلنا بعض من قال القول الصحيح حجة قلنا أبي بكر عمر لا كلام فيه فيما أنه حجة. ورد تفسير القرطبي قال على ما قلنا وهذا جواب في نهاية الحسن أفتى بجواز قتل الزنبور في الأحرام. لمن الذي قال ذلك؟ شفت جابها منين؟ تسلسل وما تكمل صوته. وبين أنه اقتدى فيه بعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء به وأن الله سبحانه أمر بقبول ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فجواز قتله مستنبط من الكتاب والسنة، راجع به تأصيلا إلى الكتاب والسنة. نعم. وجواز نسبة ما يدل عليه الاستنباط إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم نسبة قولية، كما جاز نسبة لعن الواشمة إلى كوني في القرآن بعموم قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لأن اللعن ثبت في السنة ليس في الكتاب. قلنا والسنة مأمور بالأخذ بها في الكتاب، فمن فعل أمرا يندرج في عموم خبر نبوي ما يدل على معنيه إلى القرآن، فيقول قائل مثلا لعن الله من غير من نار الأرض، هذا في القرآن. من وين في القرآن؟ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قال الإنسان لعن الله من غير من نار الأرض، لعن الله من ذبح الغير الغير الله، أمر اللعن عظيم. وإذا وجدنا عملا لعن فيه النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أو لعن الله فيه صاحبه فهو كبير من الكبائر، لا سيما قال لها ادخلي لو رأيت ذلك لا أجمعك تطالق، لأن الإنسان قال لا تصحبنا ناقة ملعونة، لا تصحبنا ناقة ملعونة. وهذه فيها دلالة على الإنسان يبدأ بأهل بيتي، يبدأ بنفسه أهل بيتي ثم يبدأ بالآخرين، لأن ابن مسعود أمر زوجه بذلك، نهى عن ذلك. سؤال مين؟ سؤالها عن زوجته. هي قالت رأيتها، هي ظنت أنها تفعل، فكان تقول له طب أنت تمنعني وتبيح لها، هي ما أرادت القطح. في بعض الحواجب يا شيخنا كأنها مرسومة طبيعي، فممكن تكون ظنت ان هي مرسومه طبيعي بسبب ممكن الحقيقه انا رايت حواجب ثقيله، اللي هي الثقيله اللي هم بيرققوها، اقسم بالله يعني يغفر الله لي على وجه صار قمرا بسبب الحواجب، والله العظيم قلت اعوذ بالله. السنه اشراق، يعني البنت اللي فعلت ذلك وسالت عنه ما فعلت شيء فيها. الصبغ يجوز اخوي طالما مؤقتا، مين اللي بيبقى سبب؟ الله يرضى عنك. اللي هي اسمه دلوقتي الان تشقير، وبعضهم يحرمه، صحيح التشقير يجوز يمنع من تغيير خلق الله، وفيها تحريم الوشم وانه كبيره من الكبائر، وتحريم النمص وهو كبيره من الكبائر. احمر واصفر يعني بتشكله؟ ها؟ ليه يا بتار تعرف الشيخ؟ ان كانت المرأة السودانية ممكن يمشي مع الله. طب السودانية تعمل؟ لا ده بيقول لك بيها بتعمل ألوان. السودانية ملاش دعمها، مفيش أي حاجة ينفع مع السودانيين غير الأسود. حقيقة ما كلهم سودانية. أيوه إيه اللي هينفع معها أحمر وأصفر هيعمل معها إيه؟ هي تشقره كأنه شاة على لون البشرة. المهم الحكم الشرعي. إيش؟ المهم الحكم الشرعي. الحكم الشرعي التشقير يجوز. ومن وشم فلا يجوز أن يبقي الوشم، وعليه وجوبا إذا تاب توبة أن يتوب توبة نصوحة إلى الله جل وعلا وإزالة الوشم. لكن الآن في صعوبة، لأنه أكثر من ما أدري، لأنه سئلت على هذا قال لو ما يزال إلا بعملية جراحية مكلفة وأيضا مؤذية جدا، فأنا أقول يغطيه طالما تاب الله توبة نصوحة يغطيه تغطيه يعني الوشم. لكن الإشكال كل إشكال في الرجال لا، وعاملين فيها مصارعين ومشان كله عامل وشم على ده وشم مش على كل الجسد، ده وشم ده عامل وشم على الشجر عشان يمشوا جنبه يبقى وشم، يعني وشم في كل حته، ودول رجال اصلا مش نساء، دي مشكله كبيره، ربنا يستر علينا. وهنا فيها اعتبار العله،
يقول صاحب السنن الناموسه هي التي تنقش حاجب الحاجب حتى ترققه، فنمسخ الحواجب وتحققها طلبا لتحسينها، والناموسه التي تصنع ذلك بالمراه، والمتنمصه التي تامر ما يفعل ذلك بها، والمنماص والمنقاش. شوف ابن حجر شافعي لم يغلو ذلك ولم يقيد هذا برضا الزوج. عن الطبري قول لا يجوز للمرأة أن شيء من خلقتها التي خلقها الله عنه. ده الطبري ده الطبري بيقول لو طلع شارب لحية تمشي جنبه بشارب لحية، ما فيش عارف ما تيجي جنبه بزيادة ونقص التماس الحسن لا للزوج ولا لغيره، كما تكون مقرونة الحاجبين اللي هو العبس مقرونة ما بينهما توهم البلج وعكسه، خاصة بعض أهلهم التحريم إذا كان باب التدليس أو إنه محمول على زوات الريب وهن الفواجب، أما للزوج في أحمد النهي على التنزيل. فالطوبة هذه ملك الله قد شاهدت الحديث بلعن فاعل وأنها من الكبائر، صرف معنى الذي نهى لأجلها، فقيل أنها من باب التدليس وقيل من باب تغيير خلق الله كما قال ابن مسعود وهو الأصح. التدليس ده جابوه منين؟ من وين أتوا بالتدليس؟ ألغوا ما اعتبره الشرع واعتبروا قل ما سكت عن الشرع، ما لا تقل ما ألغى ما سكت عن الشرع، يبقى احنا اصلا كيف نلغي ما اعتبره الشرع؟ اذا كنا اعتبرنا المعنى الاول ثم قيل هذا المانع عنه انما هو فيما يكون بقيا لانه من باب تغيير خلق الله، فاما ما لا يكون بقيا كالكحل والتزام هذا الصحيح. لكن النمص اختص به الفاجرات قال به بعضهم، لكن الصحيح انه لا ليس كذلك، ولان المراه قالت له زوجتك فعلته فلا يقال انه خاص بالفاجرات، لكن هو حقيقه الامر في النهايه اغلب من يتجرع على نفسهم الفاجرات. والوشم طبعا تعلمون انه حرام كما قلنا، هو غرز الابره واذا وجد لابد من ازالته. يعني قال بعض العلماء في نفس الحاجبين، قال النووي شرح مسلم النووي هذا إيه؟ شافعي صح؟ طيب اما النمصه بالصدر المهمله فهي التي تزيل الشعر من الوجه، والمتنمصه تطلب فعل ذلك، وهذا الفعل حرام الا اذا نبتت للمراه لحيه او شوارب فلا يحرم ازالتها، بل يستحب عندنا. لما؟ لانه مش من اصل الخلق. وقال ابن جرير لا يجوز حلق لحيتها ولا عنفقتها ولا شاربها ولا تغيير شيء من خلقتها بزياده ولا نقص. ماشي امراه بلحيه، هو ليه قال ذلك؟ لانه قال للحسن، فعلنا ذلك بحسن وده ويرى ان هذا تغيير من خلق الله. لكن احنا نقول له تعال نشوف التفصيله دي اصلتها، انها لو زالت اللحيه يبقى غيرت ايه؟ ما خلقها الله عليه. تعال نشوف اصل خلقه النساء، نعومه ما فيش شعر اصلا، ده اصل خلقه المراه، فنقول لا دي بترجع لاصل خلقتها. قال وذهبنا ما قدمنا من استحباب زياده اللحيه والشارب وانفقه ان النهي انما هو في الحواجب وما اطرافه. وبعد ما ذكر حديث ابن مسعود لعن الله النمسة المتنمصة، قال التي تأخذ من شعر الحاجب وترققه ليصير حسنا، والمتنمصة التي تأمر بفعل ذلك. قال ابن حجر قال ويجوز الحف والتحمير والنقش والتطريف إذا كان بإذن الزوج، لأنه من الزينة. أخرج الطبري من طريق أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة وكانت شابة يعجبها الجمال، فقالت المرأة تحف حاجبها لزوجها، فقالت أميتي عنك الأذى ما استطعت. قال النووي يجوز الزوج بما ذكر إلى الحف فإنه من جملة النمص. النووي وافق على ذلك ولا ما وافق؟ ما وافق. ما أنت قلت وافق؟ ما وافق. شوف الخلاف هنا، عائشة لأنه أصلا الحديث هذا عن عائشة ضعيف، يعني بتقول لها إيه؟ أزيلي، أو قالت أميتي عنك الأذى ما استطعت، يلا حففي. فعما أشوف التحمير وشو قالت إيش؟ التحمير والحف والتحمير والنقش والتطريف. التحمير اللي هو إيه؟ كالتشقير، وده هنتكلم فيه. شو بقى النووي؟ وده الحمد لله يعني ما قلته من زمن في الفترة. شوف قال النووي يجوز التزين بما ذكر من إيش؟ من 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 التحمير والتفهم. أما الحف فلا، لأن الحف من جملة النمص، وعائشة قالت افعل لو زوجك أمر، يبقى أنه حتى يخالف فيه مذهب الذين يقولون به. والله الذين يقولون بالمذهب هؤلاء قوم مغرورون، يعني فيهم ضلال لأنهم علموا النص صريحا وعلموا كلام العلماء فيه، حتى الشافعية خرجوا به. وهذه الثلاثة الوشم والنمص والتفريج حرام على الرجال والنساء، لا فرق بين الفاعل والمفعول، ذلك الورود اللعن، ولا يلعن إلا من فعل المحرم، ولكن يستثنى من ذلك ما نبت في وجه المرأة من لحية وشارب وعنفقة، فيستحب
إزالته هذا صحيح لأنه ليس من أصل الخطر. وإذا عيب الأسنان لها التقويم يجوز, يعني سن على سن يجوز تخريجه. ليه؟ لأنه بيعود به خد قاعدة عامة في التجميل. إن كان تجميلا نعم تحسينا هذا حرام ملعون صاحبه, وإن كان رد الأمر إلى أصل الخلقة جائز. مثلا عشان تفهموا الباب, امرأة ترهل فديها من الرضاعة ترهلها مش كده بقى ترهل والله ايه ترهل يعني استطال اخوي استطال يعني خلاص بقى وفاهم حاجه هو ده مع الاصبع في هذا الباب. فيصح ان تفعل ذلك لاعاده الثدي على مكانه, لكن تصغير تكبير تحميل هذا لا يجوز. نعم ايش كيف ترجع ثاني لو نزل كيف إيه؟ لو تراها كيف يرجع؟ يرجع روح لبنان يسأل الدكاترة التجميل هاش عرف؟ هو لهم السيليكون وهذا الباب اللي يفعلونه ما تدري. ده نشوف شفايف منفخة والبنت صاحبتها نحيفة وشفايفها 15 كيلو. إيش يفعل؟ هذا كله تجميل. أعوذ بالله من غضب الله, كل ده تخير دغير غير. لكن العود إلى أصل الخلقة جائز. هو الجائز. مسألة مهمة أن نختم الباب لأن الباب عالي بقى كده يعني, وهيأتي النمص إن شاء الله سيأتي ونقف عنده. يقول يعني قد خص بعض أهل العلم التحريم إذا كان تدليسا, يعني بترقق تدلس على الناس, وإنه محمول على ذوات الرائد وهن الفواجه, أما للزوج فيحمل أنها تنزل. الجواب أن النمص منهي عنه عموما بغير ما تعلل به, وليس هو مما اختص إيش اختص به الفاجرات. فلو كان النمص المختص به الفاجرات ما تجرأت المرأة على أن تقول ابن مسعود فإني أرى أهلك يفعلون. يقول قرطبي هذه الأمور الواشمة والمتفلجة والنامصة شهدت الحزب لعن فاعلها وأنها من الكبائر, واختلف المعنى الذي نهى لأجلها, فقيل أنه من التدليس وقيل من باب تغيير خلق الله كما قال ابن مسعود وهو الأصح, لأنها من باب تغيير خلق. ما فيش بقى إذن زوج تغيير من خلق الله لأنه فعلها فلا يجوز. ثم قيل هذا معنى المنهي عنه إنما فيما يكون بقيا على أساس أنه لو كان الأحمر الشفاء والبودرة, وهذا نحن معك لأن هناك تغيير أكثر وشر. الشيخ راح تض راح تض شيء أيوه راح تض أنت ده أنت نايم من قبل ما تصح راح تض. فأقول أصلا في هذا الباب التزيين كالشيء تغيير الشيء مؤقت, وكل ما كان مؤقتا جاز بذلك. وعن الطبري قال لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها الذي خلق الله بزيادة أو نقص لمس الحسن لا للزوج ولا للغير, لأن هذا إيش يلحق بها اللعنة وهو كبيرة. هل يجوز نمس تزيين للزوج؟ بعد شفعية قال ذلك, وذلك لكمال الإحصان قال الخطيب بالشين والتنميص هو الأرض من شعر الوجه والحاجب بالحسن. لما ذلك من التغرير؟ لما ذلك من إيش؟ من التغرير. أخطأت يا شربيني أخطأت, يلا طلع بقى أصحاب الصحف والمجلات تطلع أخطأت يا شربين لأنك عللت مما لم يعلل به الله جل في علاه. قد علل النبي صلى الله عليه وسلم علة الغاية التي قلت بها. الآن نطالبك يا شربين بإيش؟ بالعلة. هات الدليل على العلة الذي عللت بها. أنت تقول التغرير والنبي قال مغيرات خلق الله, ائتنا بالدليل على ما تقول. أخطأت يا شربين لأنك خالفت التعليل الذي علل به الشر. ولذلك قال أما إذا أذن لها الزوجة والسيد ذلك فإنه يجوز لأنه غرضا في تزيينها له وقد أذن لها فيه. أذن لها يعني لما يأذن الرجل لرجل بفعل الحرام يصح. الزوج لو أذن لامرأته بفعل الحرام يصح باتفاق لا يصح. هذا حرام صاحبه ملعون. وهذا لا تجد مستندا في تجوز بإذن الزوج بحال من الأحوال. ما عندهمش أي شيء يتمسكون به غير أثر عائشة الضعيف الواهب, ولا يصح. فقد أخرج عبد الرزاق المصنف وابن الجعد في المسند عن امرأة أبي إسحاق أنها دخلت على عائشة وكانت شابة يعجبها الجمال, فقالت امرأة تحف جبينها لزوجها, قالت أميت عنك الأذى ما استطعت. وهو من رواية امرأة أبي إسحاق السبيع واسمها العالية بنت أيفع بن شراحيل وهي مجهولة أو على رسم مجهول. قالت رقنية على العالية مجهولة لا يحتج بها. قال عبد البر مجهولة لكن ذكرها ابن حبان في الثقات. أخرج أبو يوسف الأثار عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عائشة وإسناده منقطع لأن إبراهيم من أخي لم يسمع من عائشة. وبفرض الصحة
بهذا الأثر لا يقوى على معارضة خبر ابن مسعود وعموم نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة. فخبر ابن مسعود مرفوع وأثر عائشة موقوف والمرفوع يقدم. خبر ابن مسعود مسند في البخاري ومسلم. خبر عائشة ايش؟ ها؟ مقطوع منقطع ضعيف. قد لا يكون حاجبا. أنا بس أتكلم في حاجة قاطع أنت عنك الأسنان. وتحريم تفريج الأسنان أيضا لأن تفريج الأسنان من الحسن وبرد الأسنان من أجل أن يتحسن أن تضحك تجد الفلجة بهذا. دلوقتي الآن بيعملوا حاجات أكثر من كده. ده فلجة مع ذهب وأيضا الماس حاجات في الفم كده. لا ترى ما تسع الصبر عليه. وفعل ذلك للحسن. وهذا ايضا تغيير لخلق الله جل في علاه. وهذا فيه دلاله على انها ملعونه من تفعل ذلك او ملعون من يفعل ذلك. وفيها التعليل بتغيير خلق الله جل في علاه. تحريم تغيير خلق الله الا باذن شرعي من ذلك التغيير او الوشم والوشم والتفليج والنمص كله تغيير لخلق الله. واستفاد من ذلك ان من اعان على المعصيه كان مشاركا وأن المرء لابد أن يربي أهل بيته قبل أن يربي الآخرين. نعم. لذلك جميع العلماء قالوا في معنى قول ابن مسعود لم نصاحبها لم نجتمع نحن وهي بل كنا نطلقها ونفارقها قاري واحتمل أن معناه لم أطأها. هذا ضعيف. الصحيح أنه إيش؟ لا أجامعها يعني لا أبقيها على ذمتي أطلقها وتقول لإذن الزوج. رجل سيطلق امرأته التي هي تحته وكانت تنفق عليه أيضا تنفق عليه وقال أطلقه. قال أطلقه. فالأمر جلل. يعني أنا أسرعت لأن الوقت مش معايا وإلا كان المفروض نجلس أكثر من ذلك في هذا الباب. اللهم المستعان. إذن إخوتي الكرام نقول يطلقها دلالة على الحر واللعن هنا على الإطلاق لأنه قالت له تفعل لو كان عن الإذن قال لها أذنت له. لا قال أطلقها لأن ملعونة بذلك. والأحاديث الأثر الذي تمسكوا بنا عائشة أثر بعضها وانتهى. إذن الوشمة المستوشمة والوشيرة المستوشرة والنامصة المتنمصة طيب والواصلة المستوصلة والمتفرجات الحسن المغيرات مغيرات خلق الله. هذا إيش اعتبار العلة تعليل. أما تأتي التعليل بالتدليس التغرير لابد أن تأتي بإيش بالدليل. هات الدليل هات الدليل على ذلك. الحمد لله والشكر لله. إذا الفوائد المستنبطة اللعن دل على أن الفعل كبيرة يبقى العمى على عموم الملامات المخصص به. لعن قلنا مسا عموما تريد تخصص هذا الدليل ما تخصصه تعلم هذا الدليل ما عندكش دليل اسكت أخطأت. فضل من مسعود رضي الله عنه حكم الاستنباط من كتاب الله جل في علاه أن يكون القائل ينسبه للقرآن على دليل الترتيب. حرمة النمس عموما طبعا والبسط وأيضا الوشم لا يجوز لعن معين ولا مصاحبته وجائز لعن العام. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.